وتوشحنا ورقنا فجينا شاركنا وتوشحنا ورقنا ندرس ديبي ولدنا وعدت الليلة بلدنا الله يزيد زمانا هند ما تخاف ديبي جاب العافية يا هند ما تخاف ديبي جاب العافية جالي ما تخاف ما تخافوا ديبي جاب العافية سيفا بيقطع الراس لما للكتافي الله يزيد زمانا délégation dirigée par le député Zakeri Mohamed Saleh de la haute délégation qui l'accompagne, accompagné du corps diplomatique, monsieur le vice-consul Ismaël Ibrahim Moura avec le corps diplomatique ici à Jeddah. Soyez tous la bienvenue, soyez la bienvenue mon cadre responsable. Nous vous souhaitons une très bonne cérémonie excellente, unique en son genre. Le député Zakeri Mohamed Saleh, c'est le secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du Salim, le MPS. Nous sommes tous heureux aujourd'hui de votre présence, le corps diplomatique, monsieur le député, en tête, monsieur Zakeri Mohamed Saleh. Soyez tous la bienvenue, comme on l'a dit en arabe tchad, Chitangi. أهلاً وسهلاً بالوفد رفيع المستوى بقيادة النائب زكريا محمد صالح نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. نرحب بك على وفد رفيع المستوى وكذلك نرحب بالأستاذ نائب الرئيس العام السيد إسماعيل إبراهيم مرة. نرحب بضيوف الأمين العام الأستاذ المناضل عبد الرحمن أحمد الذي قدم من الرياض 1000 كيلومتر حتى يشاركنا هذه الفرحة. الأستاذ المهندس عمر الرفوزة كذلك أهلا وسهلا بكم. أحبتي الكرام أنتم على موعد اليوم مع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ وفد رفيع المستوى مسؤولين على مستوى البلاد. أحبتي الكرام المناضلين والمناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ، شكرا لكم لتلبية الدعوة وحضوركم هذا اليوم الكريم، هذا اليوم الكبير، هذا اليوم الميمون الجميل التاريخي. شكرا إلى مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ الذين قدموا من الرياض بقيادة المناضل عبد الرحمن أحمد، نشكرك من الأعماق ومن القلب. نشكر كذلك مكتب الشباب بمدينة المنورة بقيادة الجنرال شريف محمد طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، خيرما نبدأ بهذا الحفل الكبير، آيات من الذكر الحكيم نتلوها على مسامعنا الشيخ غنا موسى. Commençons la cérémonie de la soirée avec la récitation chronique avec le chef de la Moussa. بسم الله الرحمن الرحيم.
عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السائلين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إذا أحبتي الكرام أنتم على موعد هذا اليوم وهذه الليلة حفل الإمام بحضور جميع أطياف وشرائح المكتب الحرق الوطني للإنقاذ هنا بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة والرياض وكذلك المدينة المنورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة الوطنية للإنقاذ وأبناء الجالية التشاريعية في المملكة العربية السعودية يرحبون بالدكتور زكريا محمد صالح النائب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ هذا المحفل الكبير ويسعدنا ويشرفنا المقدم نائب القنصل العام الأستاذ إسماعيل إبراهيم برة في كلمة ترحيبية فليتفضل نائب القنصل العام. Remercions le député Zakaria Mohamed Saleh, le secrétaire général adjoint du mouvement patriotique de salut, de venir nous réunir aussi pour l'intervention de mon vice-président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jami'an. Bis. Ada, sylte diplomate wal mouabdoufine. القنصلية العامة للجمهورية التشاد في جدة وباسمكم جميعا أرحب الوفد الرفيع المستوى الذي دار المملكة العربية السعودية مؤخرا برئاسة الدكتور هارون كبادي والآن معنا هنا ضمن الوفد في مقر القنصلية العامة للجمهورية التشاد في جدة أرحب بهم وعلى رأسهم الأخ دكتور زكريا محمد صالح نائب برلماني وفي نفس الوقت نائب الحركة الوطنية للإنقاذ للأمبيس SJR كما أرحب الإخوة اللي معه ضمن الوفد الأخ برلماني حسب الله بشارة توينة والأخ محمد صالح علي مصطفى وفد نائب برلماني والأخ محمد بخيل حامد أتيم مستشار رئيس البرلمان هارون كبادي والأخ دكتور عمر حمدان مدير العام وزارة الصحة أرحب بكم في هذا المكان ونحن سعداء بهذه الزيارة ونتمنى أن يكون هذه الزيارة زيارة موفقة مثمرة نلتمس منها جميعا نتائجها وخاصة أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية نتمنى أن تكون نتائج بتاعه نتائج مثمرة
من خلال لقاءاتهم مع المسؤولين هنا في المملكة العربية السعودية. أنا لا أريد أن أطيل حديثي، أفسح المجال لأخ الدكتور زكريا محمد صالح، زي ما بيقولوا بالعامية الكلام من خشن سيده حلو، عشان يشرح لنا الهدف من الزيارة ويقدم لنا بعض التوصيات والرسائل والنصائح للجالية بالمملكة العربية السعودية. وشكرا. معالي الدكتور زكريا محمد صالح نائب الأمين العام، سعادة القنصل العام لجمهورية تشاد الأستاذ إسماعيل إبراهيم سليمان مرة، سعادة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ إبراهيم محمد موسى، سعادة رئيس الجالية وأعضاء المكتب التنفيذي، السادة شيوخ القبائل وممثلين السلاطين، السادة التجمعات الرياضية، يسعدنا أن نقدم كلمة الجالية يقدمها الأستاذ هارون العيسى. تشاديان مسيو هارون العيسى نزكتون سون ديسكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الأكارم، وحياكم الله في وطن الحرمين الشريفين، وحياكم الله في أرض تشاد، وحياكم الله في القنصلية التشادية بين أهلكم وإخوانكم وأبنائكم أبناء الجالية التشادية المقيمة في المملكة العربية السعودية. نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ومرحبا بكم بين أهلكم وإخوانكم. نحن أبناء الجالية التشادية نرحب بكم أولا، وكلنا آمال وكلنا طموحات أن نسمع ما يفرحنا، وأنا متفائل بالله تعالى أولا، ثم متفائل بوعد فخامة الرئيس إدريس ديبي إيتنو عندما قال في الحفل في حفل التنصيب، قال أبناء الجالية في الخارج ونحن هنا في الخارج، وعدنا فأوفى بوعده، أرسل لنا وفدا، أولا أتى هو بنفسه وأرسل لنا وفدا، ثم أرسل لنا وفدا برئاسة معالي الوزير أحمد باشر، ثم أرسل لنا بعض المستشارين، وها نحن اليوم يرسل لنا مصدر القرار الجمعية الوطنية في تشاد برئاسة معالي الدكتور هارون كبدين، وها نحن اليوم نفرح أو نفرح بحضور مع الدكتور زكريا محمد صالح، ونحن كلنا شغف. إذا فخامة الرئيس لن ينسانا، قالها في حفل التنصيب وأمام أبناء الجالية وأمام التلفاز، وقالها أمام الكل، أنتم يا أبناء تشاد الذين في الخارج أنتم وعد والمستقبل لتشاد، لابد، وأنا أقول هذا الكلام لي ولكل أبناء الجالية التشادية، نحن هنا كسفراء لوطننا في كل مكان، لابد أن نحسن صورتنا، رئيسنا ينادي بنا ويقول لهم تعالوا وأنتم المستقبل ولن ينسانا. إذن لابد أن نكون صورة حسنة، وكما وعدنا أن نبني تشاد وأن ننهض بتشاد وأن نسمو نحو العلياء لتشاد، نكون كلنا متكاتفين بإذن الله تعالى. فخامة الرئيس لن ينسانا، أرسل لنا وما زال يرسل لنا، ونحن اليوم بإذن الله سنسمع وسنستمع ما يفرحنا بإذن الله تعالى إن شاء الله، والجالية التشادية قادمة لخير بإذن الله تعالى. عاشت تشاد حرة أبية أمام قيادة فخامة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، وعاشت وعشتم وعشت التشاديين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. actuellement nous passons à l'intervention de la femme Kaltouma. Elle représente Mariam Jamil. كذلك نحن نحيي بدورنا الأحزاب المتحالفة الحركة الوطنية للإنقاذ، جميع الأحزاب المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ،
حركة الحرية والديمقراطية، هذه الحركة التي أتت بالسلام والسلم والعافية إلى بلدنا تشاد. فلتعش الحركة الوطنية للإنقاذ، ولتعش الحرية، ولتعش تشاد حرة أبية، وليعش قائد الديمقراطية فخامة الرئيس الركن الطيار إدريس ديبيترو. أشكر الحفل الكريم وأشكر الحضور وعلى رأسهم سعادة القنصل العام، وأشكر أيضا الحركة الوطنية للإنقاذ، وأيضا أشكر المرأة بدورها، هي المرأة الأساسية في المملكة العربية السعودية الأوف إم بي إس. ولا أنسى أولا أشكر الحضور التي أتوا لكي نستفيد منهم، وهناك كلمتين بسيطة لن أطول عليكم. كلمة تخص المرأة، أنت أيها المرأة أنت الأم الحنونة، وأنت الزوجة الصبورة، وأنت المرأة المثقفة، وأنت المرأة الوزيرة، وأنت المعلمة، وأنت المرأة المحاماة، وأنت الدكتوراة، وأنت المرأة الجميلة، وأنت الأوف إم بي إس. وأنت اليوم أثبتت للرجل نجاحك بثقافتك، وأنت قلت للرجل عندما يكتب اسمه لازم يكتب نجاح المرأة أمام اسمه. هناك مقولة قاله الزمن، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وهي النجاح المرأة التي أثبتتها لنا السيدة الأولى هند ديبي إكنو. فأشكر الرجل وأشكرك أيها المرأة باسمي وباسمي شخصيا باسم كل مرأة تشهدية. أشكركم، لن أطول عليكم أكثر من كذا. الآن جاء الدور الكبير. الآن نقدم وغائد هذه السفينة الكبيرة، سفينة إم بي إس الحركة الكبيرة، محمد صالح للسكرتير جنرال أجوان للموفمان باتريوتيك دو سالو. سوايي لا بيانفوني إجي تانجين. بسم الله، وأصلي وأسلم على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجمع الكريم، على رأس هذه الجمع الأخ نائب القنصل العام لجمهورية تشاد، السادة أعضاء رؤساء الشيوخ القبائل، السادة أعضاء المكتب التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ، السادة رؤساء الجالية، الأمناء الجالية، بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، جمعنا الكريم تشاديين والتشاديات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن لا أبدأ خطابي، أتناول هذا الموضوع من محورين. المحور الأول يتعلق بمكتب الحركة الوطنية للإنقاذ والأعضاء، تم تجديد المكتب الحركة الوطنية للإنقاذ. لكنني قبل أن لا أبدأ بالأسماء الذين تم اختيارهم، أريد باسمي واسم زملائي أعضاء الوفد نتقدم لكم بالشكر والتقدير لهذا الكرم الفياض. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا تشاديين أينما كنا، أينما كنا بكرامتنا وبشرفنا نحن موجودين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنكم حقا تشاديين، وهذا دليل كافي في هذه الوجوه الموجودة أمامي. ولهذا نحن نشكركم جدا لهذا، ما توقعنا هذه الكمية الهائلة، عارفين هناك جالية كثيرة، لكن هذا التنظيم السريع والبسيط ووصل إلى هذه المرحلة، هذا تحدي كبير لنا كمسائل تشاديين، تحدي كبير لنا كمسؤولين في الحركة الوطنية للإنقاذ ودى المناضلين، فلكم منا للمرة الثانية الشكر وتقدير. طبعا لدي كلام أريد أن أقوله، ولدي كلام أكلمكم بسبب الزيارة التي كنا نحن في السعودية فيها، ولكن قبل ذلك اسمح لي أبدأ بمنادات الإخوة الذين تم اختيارهم وتكليفهم
من قبل الحركة الوطنية للإنقاذ الذين يمثلون هذا الحزب الذي كنتم أنتم جزء كبير في تنمية تشاد وفي أمن تشاد وفي فوز الرئيس إدريس ديبي 2 في الانتخابات الأمنية في الدور الأول. أولا قرار رقم 040، قرار رقم 040 قاضي بتعيين أعضاء المجلس التمثيلي للحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية بجدة الأمين العام، نظرا للمؤتمر التأسيسي المنعقد من 8 إلى 11 مارس 1990 بمامنة، نظرا للحلول المؤتمر السابق غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ المنعقد بتاريخ 8 إلى 9 يناير 2016 بنجمينة، نظرا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية المعدلة للحركة الوطنية للإنقاذ، نظرا للحوجة الماسة، يقرر الآتي: المادة 1، الرفاق الآتي أسماءهم تم تعيينهم بالمجلس التمثيلي للحركة الوطنية للإنقاذ بجدة بالمملكة العربية السعودية: الأمين العام الإقليمي إبراهيم محمد موسى، الإقليمي النائب عمر حسب الله مكي المكلف بالأيديولوجية والترويج النائب الثاني مرة علي آدم، الأمينة المكلفة بالمنظمات النسائية فاطمة إبراهيم إمام، الأمين المكلف بالتجمع الشبابي إسماعيل حسن محمد، الأمين المكلف بالتجمعات الاجتماعية والمهنية محمد عثمان علي شرارة، الأمين المكلف بتدريب وتكوين المراقبين إبراهيم جرمة إسحاق، الأمين المكلف باللامركزية والحريات عائشة أحمد، الأمين المكلف بالدفاع والأمن محمد مصطفى نجم، النائب موسى أحمد، الأمين المكلف بالتربية والأهرة المدرسة التشادية الدكتور محمد الوالي مشرف، الأمين المكلف بالصحة ورفاهية المواطنين بتول محمد تعب، الأمين المكلف بالخارجية نسريت آدم بكر، الأمين المكلف بالبروتوكول محمد هارون دنقس، الأمين المكلف بالمالية آدم حسين آدم، الأمين المكلف بالإدارة محمد سودي موسى، الأمين المكلف بالإعلام عبد الرحمن محمد حسن، الأمناء الأمينة المكلفة بالمنظمات النسائية النائبة الأولى مريم حسن، الأمينة المكلفة بالمنظمات النسائية النائبة الثانية حليمة عبد الكريم إدريس، الأمينة المكلفة بالتنظيمات النسائية النائبة الشبابية النائبة الثانية كرتومة آدم النور، الأمناء المكلفين بالتنظيمات
الإدارة الشبابية النائبة الأولى محمد هارون دفع. محمد هارون. النائب الثاني عبد الرحمن عيسى. الزملاء المؤلفون بالتجمعات الاجتماعية والمدنية النائب الأول شكوك كوسو علي. النائب الثاني أم حليمة محمد موسى. النائب الثالث إبراهيم عبد الرحمن موسى. والنائب الرابع إبراهيم بشير. الأول شريف محمد إسحاق. الأمناء المكلفون بالتدريب وتكوين جماهير النائب الأول محمد موسى بشارة. النائب الثاني محمد عيسى الشاي. الأمناء المكلفون باللا مركزية والحريات النائب الأول عائشة بكر عيسى. الأمناء المكلفون بالدفاع والأمن النائب الأول تجاني دينو تبه. النائب الثاني حو رمضان. النائب الثالث جدة موسى سليمان. الأمناء المكلفون بالتضامن الوطني النائب الأول آمن شرف الدين. النائب الثاني الأمناء المكلفون بالتظاهرات القانونية النائب الأول إدريس عثمان. الأمناء المكلفون بالشؤون الثقافية والأخلاق السياسية النائب الأول محمد العربي علي. النائب الثاني عادي دري عسير. الأمناء المكلفون بالتربية ونهضة المدرسة التشاردية النائب الأول آدم بشارة كادور. الأمناء المكلفون بالصحة ورفاهية المواطنين النائب الأولى عائشة بلال إبراهيم. النائب المكلف بالخارجية النائب الأول عمر موسى. الأمناء المكلفون بالبروتوكول النائب الأول محمد وداي. إدريس سليمان صالح. النائب الثاني علي سليمان. النائب الثالث عصام الزاكي احمد. المستشارون بشير حامد احمد. عثمان وادي جاد. محمد جمعة ادريس. ادم جبريل. عبد الرحمن بن ادريس. عبد الرحمن زكريا. عبد المجيد عبد الله. حوى سليمان ابراهيم. محمد موسى حسن. حنان محمد ذهب. عبد الكريم ازرق. رمضان حسن عبد القادر. عمر ادريس. موسى محمد عبد الكريم عبد الرحمن. هؤلاء اعضاء المكتب التنفيذي للحركه الوطنيه للانقاذ. ربما هناك أسهم نسيتها لكثرة المناداة، ولكن كل المراجعات سيكون الأمين العام موجود معنا ونعمل فيها ونعمل إذا كان الاسم ما نطق كويس أو هذا الشكل. لهذا أنا بقول للإخوة أعضاء المكتب ألف شكر، مبروك لكم، مبروك، وهذا تكليف وليس تشريف. موجود بكاتب المسامة صالح إبراهيم ولا قاعد موجود Gracias.
عملها خاص مربوط بالامانه العامه بتاع الحزب مباشره في نجمينا، واللجنه انا بترأس هذه اللجنه. بطري هذه الاسماء وبوريكم ما هي دور هذه اللجنه. اللجنه صرت ابراهيم محمد موسى هو الامين العام بتاع الحركه في السعوديه. مريم جميل عمر محمد. المهندس آدم حسين آدم، المهندس عبد الرحمن أحمد، حسين حسن الشيخ، إبراهيم كبير، عبد الرحمن محمد علي، مريم حسب الله جابة، تكيلة شكوى بكر، عائشة أحمد محمد، جبريل لاما. هذه اللجنة مكونة من 11 شخص. المستشار الأول والأخير في هذه اللجنة يصبح القنصل هو مستشار هذه اللجنة. أنا اخترت فيها مستشار واحد. إذا كان اللجنة رأت أن هي تحتاج من حقها اللجنة تختار العناصر اللي هي بتشيد فيها تخدم معها. ما دور هذه اللجنة؟ ليس عندها اللجنة هذه عليها تجمع قروش. تبرعات لمكتب الحركة الوطنية للإنقاذ المبني الآن في الجمالة. هذه اللجنة تم تكليف الأمانة العامة في الحركة الوطنية للإنقاذ، وأخوكم زكريا قدامكم والضعيف قدامكم تم بقيت رئيس هذه اللجنة، وكونت 5 لجان داخل الجمالة الآن، وساهموا الكل حتى رئيس الجمهورية من ضمن الناس الذين شاركوا في السابق والآن أيضا شاركوا، لأن المبنى الذي يليق بهذا الحزب الذي حكم 25 سنة لا يوجد، ولهذا نحن المناضلين قررنا حسب كل إنسان حسب مستوى، اللي يدفع ريال واللي يدفع 100,000، كل واحد مناضل في نهاية المطاف. هذه اللجنة تقوم بهذا الدور. هذه اللجنة بدأت أمس في الرياض، وكلمنا الكلام هذا في الرياض، إخواننا في الرياض لهم الشكر والتقدير، استقبلونا استقبال باهر واجتمعنا معهم في هذه اللحظة. والسفير تبرع علينا في نفس الوقت، ولكننا قلنا لا، أيها السفير عليك أن تتبرع قدام مواطنينك، وهناك الوثائق الموجودة تتبرع قدام كل المناضلين الموجودين في جدة، ويشاركوا الموجودين في الرياض، ويسمعوا ناس جدة يشاركوا حسب. اللجنة هذه هي اللي بعدين اللي يكون عندك علم بها أنا كونتها، ونوديها الوصايا اللي بعدين تكون مهمة في العمل اللي بتقوم بها، وهي مربوطة مباشرة مربوطة معي أنا. وانا مربوط مباشره مع البريزان فانداتير لان المبنى لابد يتم. هذا اللجنه اخترتها. اذا بتشوف اللجنه اي شخص تستحق الاستعانه بها عندها الصلاحيه. نعملوا لها قرار ونسلموها وتبدا العمل. جينا الان في نهايه الكلام، وهو انتم اكيد منتظرين الوفد الجا ماذا فعل. وهو هذا أعزائي المناضلون والمناضلات الإخوة التشاديين والتشاديات، أريد أن أؤكد لكم بأن همكم همنا واهتماماتكم اهتماماتنا، وأن صاحب السعادة السيد فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو تهمه دائما أكبر مشاكل الجالية وخاصة الجالية في المملكة العربية السعودية. هذا الكلام لا نقوله جزافا ابدا، بل رايتموه في مباحثاته مع صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ارساله لوفد وزاري قبل سنه، وها نحن اليوم ناتي كوفد برلماني يتراسه رئيس البرلمان التشادي الدكتور هارون كبادي. نحمل معنا عده ملفات مهمه جدا، وفي مقدمتها موضوع الجاليه التشاديه للمملكه العربيه السعوديه. وحقيقة أنكم جالية معتبرة كما ونوعا، وينتظر منكم الكثير، فأنتم يجب عليكم أن تكونوا خير سفراء لبلادكم الحبيبة، وهذا لا يتم إلا بمعاملاتكم وتصرفاتكم وأدائكم في العمل والوظيفة. فأنتم واجهة الإشاعة المشرقة في الخارج قبل الداخل، كما يجب عليكم رجالا ونساء وشبابا ألا تنسوا وطنكم الغالي،
تشاهد لأنه حب الوطن من الإيمان، وهذا يجب أن يترجم في أرض الواقع بالمحبة والتسامح والتضامن والتكاتف فيما بينكم، والتعامل الحضاري مع غيركم، وخاصة في البلد التي تعيشون فيها وهي المملكة العربية السعودية. كما أن حب الوطن يعرف بالاستعداد والعمل الجاد للعودة للعيش بين ذويكم في بلدكم تشاد، وذلك ببناء البيوت والاستثمار في القطاعات الخاصة. وقد طلبتم منا في الرياض أمام رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي قطعة أرض لكل مواطن موجود هنا، فأطمئنكم. فقال لكم رئيس البرلمان: نحن نطمئنكم بأن نسعى ما في وسعنا لدى وزارة الاستصلاح الأراضي لتحقيق ذلك كحق أساسي من حقوقكم الوطنية. كما نتحدث مع وزارة الخارجية في تشاد حول طريقة إنشاء هيئة وطنية خاصة تختص بالتشادين الوافدين، حيث تسهل عليهم التسهيلات المالية من وإلى ومتابعة أولاد الجاليات التشادية وتوجيههم في التخصصات الدراسية سواء في الداخل أو في الخارج، وذلك بالتنسيق مع جمعيات جميع السفارات التشادية والقنصليات، وخاصة الملفات الخاصة بالتشاديين في الخارج. أعزائي الكرام، لكن كما تعلمون أن ما قلته قبل قليل ولن يتحقق إلا بالشروط الآتية: في سفارة وقنصليات جمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية كمواطنين رسميين، لكم حقوق وعليكم واجبات، والعيش في هذه البلد بكرامة. الوقوف وقفة رجل واحد لتوجيه الجالية التشادية نحو الأفضل، ونبذ كل يشين ويسيء لما هو تشادي ولبلدكم تشاد من قريب أو بعيد، الالتزام التام والكامل بقوانين المملكة العربية السعودية، والمساهمة وحفظ أمن المملكة العربية السعودية، هذا طلب من حكومتكم. كما ألفت انتباهكم إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في حق الجالية التشادية لا تعني الكراهية للتشادين، بل أن التشادين يحظوا بمكانة لدى المملكة، وهذا ما أكد لنا جميع السلطات الرسمية في المملكة التي التقينا معهم وعلى رأسهم الملك. والأهم هو كيف ترتقوا أنتم إلى هذه المكانة الخاصة والحفاظ عليها، ومعاملتكم مثل الجاليات الأخرى زي الجالية السودانية والمصرية. وخير دليل أن مجلس الشورى السعودي، خير دليل على الكلام الذي قاله المسائل السعوديين، خير دليل أجاز قانون يسمح للعمالة التشادية بالعمل في المملكة الآن. القانون أجازه المجلس الشورى السعودي. أصبح هناك موضوع للدراسة لدى الغرفة التجارية في الحكومة التشادية. وأخيرا يقدم للجمعية الوطنية التشادية للمصادقة عليه. وأكد لكم رئيس البرلمان بأننا مستعدين للمصادقة فيه فور وصولنا إلى العاصمة التشادية جمعنا بعد ما يأتي لنا الحكومة بهذا المشروع. الإخوة الأعزاء، أسمحوا لي في خطابي أن أشكر أعضاء المكتب الجديد المكون من 69 عضوا على روح التفاهم والوئام التي تم فيها تشكيل المكتب، وهذا عامل إيجابي يمهد الطريق للمكتب الجديد أن يقوم بدوره المنوط عليها الوجه الأمثل. فالمسؤولية تكليف وليس تشريف، لذا نطلب من أعضاء المكتب أن يعملوا كرجل واحد وفريق واحد له هدف واحد، نجاح الجميع. إن كان هناك فشل لو سمح الله فالمكتب كله فاشل. كما أطلب من جميع المناضلين والمناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ أن يقفوا جنبا إلى جنب مع المكتب الجديد بالنصح والتوجيه والدعم سواء المعنوي أو المادي، فالمناضلون كالجسد، والمكتب هو العقل المدبر والمنفس لهذا الجسد. ونحن سنعود إلى تشاد بعد غد، وأملنا فيكم كبير أن تأتون تقاريركم الإدارية بانتظام كل شهر أو كل أسبوع. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشود بأبناء الجالية التشادية البواسل الذين أبت نفوسهم
أن ترفع العلم التشادي يرفرف عاليا فوق أعلام الأمم بفوزهم الساحق على نهايات الدوري الريادي، فلهم منا الشكر والتقدير، وهذا أيضا شرف للشعب. كما أشكر كل الإخوة على رأس هذه الإخوة الوفد التي أرسلته إلينا إلى الجمعنا الذي شارك في احتفالات تنصيب الرؤوسية التنصيب الرئيس في الماضية، ولهم أيضا منا الشكر والتقدير. الإخوة الذين ذهبوا كانوا معنا وشاركوا معنا ونقلوا لنا كل همومكم ومشاكلكم. السادة الأعزاء، الآن جونا هنا في السعودية لحلحلة مشاكل مجتمعنا، لحلحلة مشاكل مجتمعنا ولحلحلة مشاكل الجالية، وأؤكد لكم أن كل اللقاءات التي حصلت تفيد لنا بأن هناك تغيير حاصل، فقط تسمح لنا ببعض الإجراءات القانونية التي نؤكد لكم بأننا سنباشر بعملها. فتغير الوضع، والمطلوب منكم أنتم كجالية عليكم التوجيه، عليكم بشتى الوسائل. الشخص المخرب واحد، الشر دائما يعم ولكن الخير اللي صاحبه. الشر يعمكم أنتم ويعمنا نحن في البلد. أنتم لديكم رئيس دولة قادر وقوي وشجاع، والعالم كله الآن تعرف بالتشاد. الآن مس التشاد في جميع أنحاء العالم، في الأمم المتحدة تشاد موجودة، رأس الاتحاد الأفريقي، رأس كل هذه الأشياء. وهذا ليس دعاية بل هذا الواقع. يريد مننا نحن في الخارج أن نرفع راية بلدنا، مثل ما أبناءنا البارح رفعوا راية بلدهم، حتى ولو كان نادي رفع راية البلد بهذا الشكل. لهذا نحن فرحانين جدا والله بوجوهكم الطيبة ولقائكم المبشر، وهذه الوجوه نحن نفرح بها دائما. وأيضا هناك في مسألة في المدرسة الموجودة هنا، نحن نتقدم بالشكر للإخوة القائمين بالمدرسة، نشكرهم جدا، ولكن المدرسة سيتم بإذن الله إرفاقها في وزارة التعليم بإذن الله. هذا أيضا طلب مننا السفارة، طلبت مننا السفارة وكلمنا السفارة، وإن شاء الله رجعنا نناقش في هذا الموضوع. التعليم مهم، وبدون تعليم نحن لا نساوي شيء. هناك مشاكل كلها ذكرت، ما في مشكلة إلا تم ذكرها، لهذا كل المشاكل تم أخذها، وعلينا نحن كنواب في البرلمان دورنا مناقشة قضايا المواطنين أينما كان. الديبيتيف في العالم عندما دانا سنال يشيلوك في منطقة معينة، ولكن الدستور بيقول لك تمثل البلد بجميع حدودها. ولهذا نحن سمعنا منكم الكثير، وسمعنا كل مشاكلكم وهمكم، وأكد تماما السعي جاري في حلحلة هذه المشاكل، وهذا وعد منا. ختاما ليس بيننا ختام، أنا أقول لكم استودعكم الله، وربنا يحفظكم ويحقق أمانيكم ويرفع عنكم كل المشاكل هذه بإذن الله، لأن أنتم سفراء بلد تشاد، وهذه الوجوه أكيد تحمل الخير لبلدها وتحمل الخير لقبائلها وتحمل الخير لكل شيء. ولهذا نحن علينا أن نتخذ القرار المناسب لحلحلة هذه المشاكل. أخيرا، إذا أخطأت عليكم سامحونا، وإذا ما في زول أخطأ علينا، لكن نحن ربما قصرنا في حاجة، ونطلب منكم السماح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة يا جماعة، نحن المرأة في تشاد، المرأة في تشاد هي لعبت دور ما لعبه حد. فوز رئيس الجمهورية في الدور الأول كل النساء، النساء في 53 إلى 54 55%، تم تصويتهم. ولهذا المرأة خليها تبشر إن شاء الله، تشارك اليوم وتشارك بكرة. المرأة هي بتعرف السلام كيف بتيجي، المرأة هي بتعرف كيف العافية كيف تمنع، كل ما جاءت تستقر بين الآن من أمن وسلام. المرأة هي بخصها أكثر، لأن فيها أبنائها، فيها أسرتها، فيها زوجها، فيها أطفالها. ولهذا النساء بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، يد بيد وكتف بكتف وإلى الأمام. شكرا لك جزيلا. الآن وقت الأبطال، الآن وقت الأبطال الذين شرفونا البارحة، الأبطال فريق الصبو منتخب الجزائر.
لكم أيها الصوت شكراً إلى الطاقم الفني والإداري للتجمع الرياضي الذي قدم من المدينة المنورة، شكراً إلى التجمع الرياضي بمدينة جدة، شكراً إلى التجمع الرياضي بالمدينة المنورة رئيسها حامد محمد زين دبة ونائب عبد الرحمن الشرمي، شكراً أيها الأبطال، شكراً كوتش عبد العزيز يوسف، شكراً كوتش حاجي، شكراً كوتش علي بلاتيني. لقد سطرتم البارحة أسمى آيات النصر، نعم كيف لا يكون نصر، سطرتم الفرحة والسرور، سطرتم تلك البسمات في الوجوه الجارية. لقد احتفلت جدا البارحة كرنفاليا كبيرا، مكتب إنجي إمبس في المملكة العربية السعودية برئيسها محمد آدم ونائبه موسى عبد الله وكذلك الأمين محمد عبد الله آدم الذين قدموا الدعم المادي لحارس المرمى وكذلك الهداف في الأسبوع الماضي المنصرم. هذه المرة قدمت لهم دعوة جميلة ورمزية من رئيس التجمع السابق الباشمهندس حامد محمد طاهر بمبلغ 12,000 ريال، مبلغا رمزيا إلى أبطالنا، أبطال الثورة، أبطال الثورة الذين قدموا إلى المدينة وسطروا المجد والفرح والسرور. كما لا ننسى من مقامنا هذا تقديم الشكر إلى جميع الشباب المملكة العربية السعودية وكذلك شبابنا في الخارج. لا ننسى أن نشكر الدكتور أبو بكر إدريس من كندا، الشخص الذي يوجه ويرشد ويقدم هذه المنح الدراسية لطلابه. الحكومة تشهد، الشعب يشهد، التجمع الرياضي يشهد، إل جي إم إس تشهد، الحركة الوطنية للإنقاذ تشهد، المرأة التشهدية تشهد هذا الحصر العظيم. شكرا إل جي إم إس مدينة المنورة برئيسها، نشكر الآباء، نشكر شيوخ القبائل، نشكر المرأة الجادية، نشكر الشباب الرياضيين، نشكر الشباب الذين لبوا الدعوة وقدموا، نشكر فرعيات الحركة الوطنية للإنقاذ، نشكر جميع هؤلاء الشباب. وأخص بالشكر نائب المنصر العام إسماعيل إبراهيم مرة، رئيس الجالية الجالية هارون العيسى، نشكركم أيها الأحباب. أقدم شكر خاص لبوابة النهضة الإعلامية الجالية بقيادة المراد الدباس الأنجا، هذه بوابة النهضة الجالية عبر الفيسبوك التي سطرت لنا سطروا لنا أجمل المعاني وأجمل الكلمات ووضعونا بشكل مباشر مع وطننا الحبيب تشاد. شكرا لبوابة النهضة التشادية لقدم لكم هذا الشكر من الأعماق، شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق والسلام. وفي ختام